السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كاين فيديو جديد لتلفاز ال جي 55 بوصة ال او دي سمارت تي في 4K، يعني 4K، هذا موديل 4K. التلفاز كما تلاحظون يعمل، ولكن لا توجد فيه الصورة كما تلاحظون، فقط الأضواء الخلفية هي التي تعمل، والصوت أيضا، ولكن بالنسبة للبيانات لا توجد أي بيانات على الشاشة. سوف أبدأ بإطفاء الإنارة أو الضوء وأطفئ التلفاز وأشغله مرة أخرى حتى تلاحظوا كيف يعمل. كما لاحظتم بعض الخطوط توجد في الشاشة عندما تقلع، ولكن تختفي، يعني تقريبا ثانية وتختفي تلك الخطوط. ولكن بالنسبة للأضواء الخلفية ما تزال تعمل كما تلاحظون عن الشاشة. العطب الموجود في هذه الشاشة في الغالب يكون في البانيل. الموديل لهذا التلفاز، سوف أقرب لكم الصور حتى تروا. الموديل لهذا التلفاز 55 بوصة اي ك 6950 بي، موديل 4K، موديل 2019. هذا التلفاز موديل 2019. كما تلاحظون هذا الموديل الجديد ديال ال جي، بدأ فيهم العطب ديال البالين، لأن العطب في الغالب غادي يكون ديال البالين في هذه الشاشة. سأقرب لكم الموديل حتى تروا التاريخ لإنتاج هذه الشاشة. موديل هاد لادات ديال هادي 3/3/2019، هذا هو التاريخ ديال هاد التلفاز. صنع في بولندا من طرف ال جي، يعني ال جي اوريجينال، ولكن فيه مشكل، يعني لم يدم طوينا عامين تقريبا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل كما تلاحظون. هذا الموديل الجديد ديال الشاشات ال جي. موديل التلفاز كما قلت لكم ال جي، هذا هو المذر بورد ديالها وهذه باور سبلاي. سوف ابدا بفتح هذه المنطقة حتى اتاكد بان هذه الشاشة يوجد فيها التايكون ام لا. ولكن في الغالب هذه الشاشة التايكون يوجد في المذر بورد كما تلاحظون. هاد النلابة والفليتات الموجودة على المذر بورد، يعني تؤكد بان البانين لا يوجد فيها التايكون. في الغالب كما قلت لكم يكون تكون في وسط المذر بورد. هذا المذر بورد ديال 4K، يعني 4K. سوف ابدا بنزع الاسلاك الموجوده للصوت و جهاز التحكم ديال التيليكوموند كما تلاحظون، وكابل ديال الواي فاي ايضا، ومكبرات الصوت ايضا سوف ابدا برفعها ايضا. كما تلاحظون هذه الشاشة لا يوجد فيها التايكون. هذا هو شكل الشاشة من الداخل. سوف ابدا باستعمال الطريقة التي دائما استعملها في اصلاح الشاشات. سوف انزع هذه الفليتة الأولى حتى أتأكد من البالين أولا. كما تلاحظون نصف الجهة اليسرى من الشاشة يشتعل باللون الأبيض، ولكن الجهة الأخرى من الشاشة تشتعل باللون الأسود، ولا أثر للصورة، يعني لا توجد فيها الصورة كما تلاحظون. فهذا الموديل ديال الشاشة لا تظهر لك الصورة حتى تركب جميع الفليتات أو السماطي ديال البالين. هاد النلاب ديال البالين ضروري خصك تركبو بجوج يلاه باش تعطيك ليماج الصورة، ماشي بحال الشاشات القديمة التي
عندما تنزع صمتة واحدة أو نانب واحدة تجد أن الصورة توجد في الجهة الأخرى. كما تلاحظين سوف أركب هذه الجهة الأخرى وسوف أجرب لكم الصورة حتى نرى كيف تعمل. كما تلاحظون أن هذه الجهة تعمل بطريقة مختلفة عن الجهة الأخرى. كما تلاحظون يوجد فيها الخطوط ولا توجد فيها الصورة كما تشاهدون، يعني أن هناك تغيير ليس كالجهة اليسرى، ولكن هذه الجهة الأخرى تعطي بعض الخطوط وبعض، يعني يوجد هناك حركة وسط الشاشة ولكن لا توجد فيها الصورة. إن شاء الله سوف أبدأ بفتح الجهة المسطرة الموجودة تحت الشاشة، يعني أن هناك بعض الكفات في أسفل الشاشة. سوف أبدأ بفتح هذه المنطقة بالضبط كما تلاحظون حتى لا أتأكد بأن الباني سليم أم غير سليم أو جيد أم غير جيد. كما تلاحظ أن هذه الشاشة لم تعمل طويلا، ما تزال جديدة تقريبا، لا يوجد فيها أي مشاكل أخرى سوى هذا المشكل ديال الصورة، يعني أن ماذر بورد ما تزال كأنها جديدة أو بورت بلاي. فقط سوف أبدأ بقياس بعض الفولتيات في الشاشة حتى أتأكد بأن هذه الشاشة أيضا جيدة أم لا. سوف أبدأ بقياس بعض المكثفات في البالين أو في الشاشة. أنا أبحث الآن على أن يوجد هناك شورت سيركوي أو أي جرس في هذه المكثفات، ولكن لا يوجد، لأنك يوجد هناك بعض الفولتيات في هذه الشاشة. إذا كان هناك شورت سيركوي أو كور سيركوي في أي مكثف أو جرس، سوف تجد أن هناك أي أحد من المكثفات غير جيد، ولكن عندما بحثت في هذه المكثفات كلها سالمة، يعني لا يوجد فيها أي شورت سيركوي. كما تلاحظون سوف أبدأ بقياس الآن الفولتيات بعد ما تأكدت من المكثفات الموجودة أسفل الشاشة. كما تشاهدون سوف أبدأ بقياس الفولتيات التي تدخل إلى الشاشة، هل هي موجودة أم لا. كما تلاحظون أن التلفاز شغال ولكن لا توجد أي فولتية. كما تلاحظون تشتعل ولكن تنطفئ مرة أخرى، يعني أن هذا الفولتية تخرج ولكن بعد قليل تنطفئ مرة أخرى. سوف أعيد تركيب التيار الكهربائي. كما تلاحظون الفولتية تقلع ولكن في نفس الوقت تهبط، يعني لا تستمر، يعني أن هناك شيئا ما يوقف هذه الفولتيات. الآن سوف أبدأ بنزع الجهة اليسرى من التيكون. كما تلاحظون سوف أقيس الفولتية الموجودة من الجهة اليمنى 17 فولت كما تلاحظون، ما تزال موجودة. الآن الفولتية موجودة في مكانها، ما زالت مستقرة، ولكن كما تشاهدون الفولتية ما تزال موجودة، ولكن الصورة ليست موجودة، لأن نفس الطريقة استعملتها قبل قليل ولكن لا توجد فيها الصورة، فقط بعض الخطوط أو الجهة اليسرى توجد فيها الإضاءة البيضاء، فقط كانت بيضاء على الجهة اليسرى ولكن الجهة اليمنى كانت سوداء.
سوف أعيد تركيب الجهة اليسرى وسوف أجرب لكم الجهة الأخرى، هل هي أيضا؟ سوف أبدأ بتشغيل التلفاز الآن حتى أتأكد بأن الفولتيات ما تزال أم كما تلاحظ 17 فولت أيضا هنا تخرج، ولكن ما تزال تلزم، يعني أن هناك مشكل. والآن سوف أنزع مرة أخرى الجهة اليمنى وسوف أبدأ بقياس الفولتية من الجهة اليسرى. كما تلاحظون هذا شيء غريب في هذه الشاشات الجديدة، عندما نزعت الجهة اليسرى كانت الفولتية على الجهة اليمنى موجودة، والآن أيضا عندما نزعت الجهة اليمنى ما تزال الفولتية في الجهة اليسرى موجودة، يعني أن هناك مشكل. ولكن عندما تركب الجهتين في نفس الوقت الفولتية تنزل، يعني أن كاين شي بروبليم، لأن الشاشات الجديدة ليست القديمة كما قلت لكم. هذا الموديل ديال المادر بورد الموجودة في هذه الشاشة يوجد فيها كما قلت لكم الحماية، على حسب أن المادر بورد يوجد فيها التايكون. عندما يكون المشكل في البالين، يعني أي مشكل بسيط أو في شورت سيركوي أو شيء آخر، يقع مشكل في الفورتيات، يعني تقلع الفورتيات عندما يكون أي خطأ في البالين كما قلت لكم أو أي شيء آخر. يعني الحماية من الموجودة في المادر بورد تعطي الإشارة للفولتيات حتى توقف تلك الفولتيات أوتوماتيك، يعني ما تخليوش تلك الفولتيات ديما خارجين ولو كان مشكل بسيط. إن شاء الله سوف أبدأ بالبحث عن هذا المشكل الموجود في هذا البالين، إن شاء الله سوف أريكم طريقة جيدة وطريقة صحيحة وطريقة بسيطة لإصلاح هذا المشكل. الآن نزعت جميع نيلاب أو السماتي كما تلاحظون، ولكن المشكل الوطيات كلها تخرج من الجهتين، يعني هذا المشكل ليس من الوطيات. سوف أبدأ باستعمال هذا الشريط اللاصق حتى أبحث عن المكان الذي يوجد فيه هذا الخلل ديال العطب الذي يعطي الإشارات للمضرب حتى توقف الفولتيات، لأن هذه الفولتيات هي التي تغذي الصورة كما تلاحظون، التي تعطي الفولتيات للشاشة. الطريقة التي دائما أستعملها هو الشريط اللاصق كما تلاحظون. أولا سوف أبدأ بالجهة اليسرى، سوف أستعمل فيها الشريط اللاصق كما تلاحظون. أولا سوف أبدأ بالفولتيات، الفولتيات ديال 17 فولت، سوف أبدأ بقطعها عن البالين، أو لن أوصل للفولتيات إلى البالين حتى أتأكد أن المشكلة أما من الفولتيات أم من الإشارات. دائما أستعمل نفس الطريقة، أبدأ بالجهة اليسرى أولا، هذا العطب دائما كنت أجده في الشاشات ديال سامسونج، ولكن في هذه المرة وجدته في شاشة إل جي. الآن سوف أبدأ بقياس الفولتيات. كما تلاحظون الفولتيات 17 فولت خرجت، ولكن بعد قليل لن تستمر، يعني أن هناك ما يزال هناك مشكل. سوف أبدأ باستعمال الشريط اللاصق مرة أخرى،
يعني أن الفولتيات ما تزال تنزل، يعني أن هناك مشكل، ما زال هناك مشكل. سوف أستعمل أن أشتري اللاصق على الجهة اليمنى، لأن يعني بحثت في الجهة اليسرى في جميع الجوانب، جميع الإشارات قطعتها بالشريط اللاصق ولكن بدون فائدة. الآن وجدت الجهة التي يوجد فيها المشكل على الجهة اليمنى، هي التي يوجد فيها هذا المشكل كما تلاحظون. في هذه الجهة بالضبط، هذه المسارات الموجودة في الجانب الأيمن من الشاشة. سوف أبدأ الآن بقطع هذه المسارات بهذا الشريط اللاصق كما تلاحظون، لأن هذا الشريط اللاصق يسهل عليك بعض الأمور. يعني يمكنك أن تحبس بعض الفولتيات أو الإشارات على الشاشة. الآن البيانات موجودة على الشاشة كما تلاحظون. الصورة تعمل بشكل جيد، يعني أن هذه الإشارات التي قطعت عن الشاشة أو عن المذربورد. كما تلاحظون الشاشة بدأت تعمل بشكل جيد، يعني لا يوجد هناك أي مشكل آخر سوى المسارات الموجودة على الجهة اليمنى. قد يشك البعض في المذربورد، سوف يبدأ بتغيير المذربورد. هذا لا يمكنك إيجاد العطب بتلك الطريقة، لأن المذربورد إذا بحثت عن هذا الموديل ديال المذربورد لن تجدها، إلا سوى إذا وجدتها سوف تجدها بثمن باهظ. يعني يجب أولا استعمال مثل هذه الطريقة حتى تتأكد بأن البالين جيد أو المذربورد جيدة أو مشكل في مكان آخر، لأن يوجد هناك مشكل بسيط ولكن القليل من يعرف هذا المشكل كما تلاحظون. هذه هما المسارات، سوف أقرب لكم الصورة. هذه هما المسارات التي حبستها أو قطعتها على البالين، بين البالين ومذربورد أو الكارتمير. فقط بعد الصبر يجب البحث على هذا المشكل بطريقة جيدة. استعمال الشريط اللاصق على الجوانب، جميع الجوانب. أنا دائما أستعمل الشريط اللاصق في الوسط على السمطة أو سميتو في الوسط، في الجانب الأيسر، في الجانب الأيمن. وحتى وجدت هذه الجهة كما تلاحظون في هذا النلب على الجهة اليسرى، في هذا النلب كما تلاحظون. هذا هو الموديل ديال هذه الشاشة، سوف أقرب لكم الصورة. الموديل المذربورد، هذا الموديل ديال الشاشة. سأقرب لكم موديل يوجد فيها HC550، هذا هو الموديل ديال الشاشة، هذا البالين. سوف أبدأ الآن بتركيب باقي الأجزاء لهذه الشاشة بعد ما تم إصلاح المشكل عدم وجود الصورة. لقد تم إصلاح هذا المشكل 100%. لمن أعجب هذا الفيديو هذا يدير يشترك معنا في قناة نور إلكترونيك، يعمل لايك لهذا الفيديو إذا أعجبك هذا الفيديو، واشترك معنا في قناة نور إلكترونيك. بعد ما تم إصلاح المشكل سوف أبدأ بتشغيل الشاشة حتى تروا كيف تعمل. كما تلاحظون أصبحت الصورة جيدة، حتى الخطوط لا يوجد فيها أثر للخطوط أو أي شيء آخر، يعني أصبحت جيدة. بعد قليل سوف أبدأ بقياس الفولتيات، هي موجودة كلها الفولتيات التي تعطي الإشارات والفولتيات للشاشة، يعني التي تغذي الشاشة. سوف أبدأ بقياس الفولتيات التي توجد في الشاشة. هنا أيضا توجد 17 فولت كما تلاحظون، 7 فولت.
1.9 فولت، ولا أيضا 17 فولت، يعني الفولتيات كلها جيدة. 7 فولت، يعني الفولتيات التي توجد في جميع الجهات ما تزال موجودة في مكانها. يعني أنني قطعت بعض الإشارات على الشاشة، يعني البالين، والآن البالين بدأ يعمل بشكل جيد، لم يعد هناك أي مشكل الحمد لله. سوف أبدأ بتركيب باقي الأجزاء لهذه الشاشة حتى أريكم الصورة. الأعطاب الموجودة في هذه الشاشة أو النوع من هذه الشاشات الجديدة. طريقة للبحث عن العطب بنفس الطريقة التي أستعملها كما تلاحظون، كنت مركزا بشكل جيد على البالين، لم أركز على المذر بورد أو على البورس بلاي، فقط ذهبت مباشرة إلى البالين، لأن أولا أتأكد من البالين أن هو جيد، أن هو سليم، لأن بعض الناس أو بعض التقنيين يشكون أولا في مثل هذا المذر بورد كما تلاحظون، لأن هذا المذر بورد جديدة، ليست كالمذر بورد القديمة. المذر بورد لمن لم يعرف طريقة عملها قد يشك في هذا المذر بورد أن هي التي تعطي مثل هذا المشكل، ولكن يجب البحث أولا في الفولتيات التي تغذي الشاشة، ومثل هذه الأعطاب يجب البحث عنها بشكل جيد حتى تحكم أو تتأكد من الخلل أي لا يوجد، لأن مثل كما قلت لكم مثل هذه الشاشات الجديدة ليست كالشاشات القديمة. الفوطيات الموجودة في هذه الشاشة ليست كالشاشات القديمة أيضا. هذا النوع ديال 4K أو 4K، يعني 4K، ليست كالشاشات الأولى LCD أو الشاشات LCD. هذه الشاشات الجديدة عندما يكون في عطب صغير أو بيكسل واحد متضرر أو أي شيء وقع في البانيل فلن تعمل، ليست كالشاشات الأولى كما قلت لكم. يعني عندما يكون الرطوبة أو عندما يكون الرطوبة أو ما وقع لها مشكل في مكان ما توجد فيه البرودة أو شيء آخر، عندما ترتفع الرطوبة في أي منزل يقع مثل هذه المشاكل ديال البالين. يعني ولكن بعض المرات مثل هذه الشاشة لا توجد فيها الرطوبة أو أي شيء آخر، سوى فقط أن البالين متضرر من تلقاء نفسه. يعني أن هذا المشكل موجود في صنع هذه الشاشة، ليس في عمل خارجي أو شيء من هذا القبيل، لأن هذا المشكل هذا العطب وجدته في جوج ديال الشاشات ديال ال جي مثل هذا العطب. يعني نفس البالين نفس الشاشة، جوج ديال الشاشات يعني ما تزال جديدة كما تلاحظون. هذه هي الشاشة، الصورة ديال الشاشة بعد ما تم إصلاح المشكل ديال العطب ديال عدم وجود الصورة في التلفاز ال جي 55 بوصة 4K، يعني 4K. هذه هي الصورة ديال الشاشة بعد ما تم إصلاح مشكل ديال الصورة. الحمد لله تم إصلاح المشكل 100%. اشترك معنا في قناة نور إلكترونيك ودير لايك للفيديو أو اعمل لايك لهذا الفيديو إذا أعجبك هذا الفيديو، وشكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.